طبعا طلب مني الآن من مدير البرنامج أن يعطيكم موال. قبل ما أعطيكم الموال أنا أحب أن أذكر تحذير حكومي أن هذه الفقرة ممكن تتسبب في مشاكل صحية وتتسبب في ضد الرجال لا يشوفون الصغار كذا هم يقولون إيش؟ حبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد القحطاني أخوكم، عيد من أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعد. الحين بقول يا أخي فقرة خبايا، ربي سواك ما حد. عيد نسيت نشودة، سلمت لك خلاص انشد ولا يا ابويا ايش بك؟ اعيد من اول. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم سعد القحطاني. الحين بقول اهداء لفقره خبايا. ايش فيني اذا جيت عند رشود انسى؟ سلمت لك امري ولك في حكمتك مقصد، يا خافي اللطف الذي مشي لحكم هراد، ربي سواك ما حد على المكروه يبايح مهاد، يا قبلة الأمل يا الله يا من أعطيها هاتف. في وقت الفسحة والبريك والراحة نعطى عصير بدون شفاط، كيف يشفط سهل؟ نسوي يعني نسوي براءة اختراع يا أبو عمر، ما أدري والله، ممكن نقول نقص هذه الأطراف ونصنع شفاط، ممكن صح، لا بد اللي نسريع من عقله أو نقنع العصير إنه يطلع، نقول يا عصير لا 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 اثنين يحترونك برا، لا في فكرة، نقول له يعني أنت بنت عصير، يزعل أيوة يقول إلا عصير، يقول له بنت عصير يزعل ويطلع برا ونشربه. إلى متى الغفلة؟ عصير من دون شفاط كيف يشرب هذا؟ كيف يشرب؟ لا 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 ما ذي هذه معلش هذه من كيسك بارك سيدي تجيب خلينا ناكل، والبوفيه المفتوح ما تقصر يعني. علي ابو زيد ومدري ايش وهذا يعني في امتن بس ما بقول اسماء يعني، خلونا ساكتين وانا مستعد نوزن ونشوف انا أو يعني 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 اثقل ولا واحد ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، تبي اتحداك يا رب؟ ما شاء الله تبارك الله، شوف والله. اهلا بكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام، الصقعه راحت عليك بسرعه. الله يعين، هذا بطن ولا مشاهدين في هذه المعركه الحره تبدا الان. لا يا رجل هي كده والله قوانينها، واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه. سفرة انتم تشجع سفرة؟ قلب الكاميرا كذا تشجع سفرة؟ انت يا خالد سعاد سفرة؟ خلاص سمحتوا هذا اعداد نبراس ابشركم، شفتوا كيف؟ فاضي فراغ فراغ فراغ. سفير لا تكلمني، طيب سفير لا تكلمني اي فريق هذا ايش انتهى الوقت لا تخبط ما حد يطلع دائره كلام كبير وصلنا الى التحدي وصلنا الى الاثاره وصلنا الى القوه الان تظهر اللياقه الان تظهر القوه حاسب عليها بالبيت
ما زلت أقول أني أملك على هذا الرجل سر انتظروه بإذن الله بتشوفونه. خالد الزعاقي تهددني يا خالد، تحاول تحجر لي يا خالد. آخر طلب من خبايا في قطوة والله تشغلنا ما تجي إلا في الدائرة. كده كده آي كده كده آي كده كده يا شباب كده كده يا شباب كده كده يا شباب دير وناسة والله دير وناسة كده يا شباب آي كده كده يا شباب كده كده يا شباب ضحكوا لطافة الضحكة الحلوة والبسمة الحلوة الضحكة الحلوة والبسمة الحلوة دايم والله دايم دايم آي دايم معانا. طبعا يعني طبعا ادروب ثاني ما ادروب ادروب طبعا ثاني ما حترجع السودان انت. لا ان شاء الله والله ما حترجع ثاني السودان. اللي بيرجعني السودان شنو انا وياك نرجع سوا. انت انا ما انا اصلا ما انا اصلا اللي خلقني في البلد دي ارجع انت طبيب السودان. السودان محتاج لك. احنا مخرجين ما محتاج. السودان محتاج لها طب محتاج لك والله. الدكاتره اكثر الدكاتره اي والله طبيب والله. الدكاتره في السودان اكثر من اكثر يحسوا هو يقول بسم الله. الله ما اكثر من شعر راسه ما شاء الله. اخبارك حقيقه الشباب اطلقوا مبادره وهي ان لا يكون دورنا في الاستضافات دور نقل الاعمال الخيريه، ان يكون دورنا دور المشاركه في الاعمال الخيريه ايضا، حتى يكون الانسان دائما يعني الانسان يبتعد عن انه يقول ما لا يفعل. الشباب والله يعطون يعني من كلنا نشيل بعض يعني هم انا يعني بقول بسامحهم وبيسامحوني وبنشيل بعض يعني احنا في النهايه احنا اخوان يعني احنا اخوتنا زي ما هي ما في القلب اي شيء باذن الله. موسم الخير اتانا فلتجودوا بحماس وتفان يا صحابي. موسم الخير اتانا فلتجودوا بحماس وتفان يا صحابي في رحاب المجد تجسيد حياة لشباب قد رجوا درب الصواب. في رحاب المجد تجسيد حياة لشباب قد رجوا درب الصواب. موسم الخير موسم الخير الإسلام تزهو بشباب بشباب فوق هامة السحاب. عانقوا المجد بحب وسمو وعطاء بسخاء وانسياب. أمة الإسلام تزهو بشباب قد تعلى فوق هامة السحاب. عانقوا المجد بحب وسمو وعطاء بسخاء وانسياب.